Hello, grade 2. This is unit 2. My body. Let's start. Today we are going to talk about my body parts, the parts of my body. Again, the parts of my body. These are the parts of my body. So let's start reading. خلينا نبتدي يا اولاد نقرا and please repeat after me. Repeat after me. قول ورايا. I E Y E Nose N O S E Mouth M O U T H Arm A R M Foot it means one foot F double O T. This is singular noun. More than 1-2 feet, F double E T. This is plural noun. Okay, again, foot, which is mean 1-2 feet, which is mean 2. Okay, head, H E A D. Ear, E A R. Teeth, T double E T H. Teeth, it means more than, it's a plural noun. The singular is tooth, T-O-O-T-H. It means one. This is singular noun. Tooth, one. Teeth, more than one. Okay? Hand, H-A-N-D. Leg, L-E-G. Again, these are the parts of my body. This is my body. Okay? Next. It's a bird. So, it's a beak. This is a beak. B-E-A-K. Okay? So, let's read again. Beak, B-E-A-K. I, as we talked before, زي ما خدنا قبل كده, body, this is the body, leg, feather, tail, wings. Okay? Next. Now we are going to talk about has. Has, يا ولاد, معناه يملك. عنده, عندي. عايز أقول أنا عندي كذا. أنا عندي في الإنجليش في verb اسمه verb to have. معناه إيه يا ولاد have؟ معناه يملك. طيب have بتنقسم إلى has و have. أوكي؟ الاتنين معناهم يملك أو عندي. لو عايز أقول أنا عندي حاجة. العصفور ده عنده حاجة. البنت دي عندها حاجة. تملك حاجة. بقولها إزاي؟ لو السبجكت لو الفاعل بتاعي لو السبجكت بتاعي singular noun مفرد يعني one he she it بقول ايه his. طيب for example على سبيل المثال the bird has a beak. البيرد عنده يملك. هو ده اللي انا كنت بقوله يملك عنده beak منقار. تمام. Subject pronoun it ضمير يعني ممكن يكون noun اسم ممكن يكون pronoun ضمير. It has an arm عنده دراع. طيب why do we use here an ليه استخدمت an because arm starts with a and a is from the vowel e a i o u. You know the vowels الحروف المتحركة يا ولاد v vowels. لو القاعدة بتقولي لو الكلمة بدأت أول حرف بدأ من الحروف المتحركة E A I O U ما ينفعش يا مس أجيب قبلي A لازم أجيب قبلي an زي an arm زي an ear. Okay because ear starts with a vowel الحروف المتحركة E A I O U يبقى أنا هستخدم A or an. طب ينفع استخدم A أقول A ear wrong answer. Again it has an arm. He has teeth.
طيب ليه مس استخدمت هنا هاز وما استخدمتش هاف؟ مش انت قلت لنا ان هاز وهاف هما الاثنين معناهم يملك او عنده؟ لان السبجكت بروناون الفاعل بتاعي هي، وتاني المس قالت انا حسب السبجكت بروناون، حسب الفاعل بتاعي، لو هو سينجولار ناون اسمه مفرد هي شي ات مش هستخدم هاف، لكن هستخدم يا مس هاز. عشان كده انا قلت هنا هي هاز تيث، اند ريمبر تيث ا بلورال ناون. اوكي اجين ريمبر فيرب تو هاف، يملك عنده. اوكي نيكست هاف، لسه كنت بتكلم فيها. امتى يا مس بقول هاف؟ بقول هاف يا اولاد حسب السبجكت بروناون بتاعي، اي انا، وممكن كمان ايه، ممكن بلورال ناون اسم جمع، ممكن يو. خلينا لحد دلوقتي ناخد كده اي هاف يا مس. يعني ايه اي هاف؟ معناها انا عندي، انا املك. تمام جيف مي ان اكزامبل، فور اكزامبل اي هاف ا نوز، اي هاف انا عندي، انا املك ا نوز. ريمبر ان از نوت فروم ذا فاول، بص معايا كده، these are the vowels، دي اسمها الفاولز، الحروف المتحركه. لو الكلمه بدات بيها بجيب قبل الكلمه ان مش ا. طب ان موجوده في الفاولز دي؟ لا يا مس. اذا انا هنا يا مس هستخدم ا مش ان، ا نوز، اند ا اور ان، ايه او ان يا اولاد؟ comes before the singular noun، اسم المفرد. ينفع يا مس تيجي قبل البلورال ناون؟ نو. اوكي نمبر 2، اي هاف فيت، اي هاف فيت انا عندي، انا املك فيت. ريمبر از ا بلورال ناون، ذا سينجولار از فوت، اف او او تي. اوكي ذا سينجولار از فوت. اوكي اجين ريمبر، افتكروا يا اولاد ان انا قلت، نفتكر يا اولاد انه feet plural noun، the singular noun is foot، f double o t. اوكي طيب لو انا زي ما قلنا من شويه، لو انا معايا هقول I have، انا املك معايا. طب لو انا عايز اقول العكس، عايز اقول انا مش معايا، هقولها ازاي يا مس؟ قال لي هقول I don't have. Again don't، ادي have بتاعتنا اهي، هحط لها ايه يا مس؟ هحط لها don't. Don't have، give me an example، اديني مثال يا مس. I don't have، كنا بنقول قبل كده ايه يا مس؟ I have. طيب معناها انا املك، عايزه اقول انا لا املك، انا مش معايا، هقول I don't have. اوكي okay? I don't have a pick، يعني انا ما عنديش منقار. I don't have a pick. Okay, next. Again, I'll remind you with the vowels. هفكرك تاني ايه هي الفاولز. قلت لك ABC كلها، ABC كلها بتنقسم الى جزئين. Number one, vowels. Number two, consonants. يعني ايه مس vowels؟ vowels اللي هي خمس حروف. E, A, I, O, U. Again, E, A, I, O, U. These are the vowels. هي دي يا ولاد اسمها الفاولز، الحروف المتحركة. اللي أنا كنت لسه بقول لو الاسم بدأ بيها يبقى الاسم ده مش هحط قبليه A، لكن هحط قبليه N. تمام؟ طيب كل ABC ما عدا الخمسة دول اسمهم إيه؟ اسمهم consonant. يعني إيه consonant؟ يعني الحروف الساكنة اللي هي إيه؟ ABC كلها ما عدا الخمسة دول. طيب لما الكلمة تبتدي بحرف ساكن consonant هحط قبلها ايه يا مس؟ ان ينفع؟ wrong، هحط قبلها ايه؟ ا pen. اقول مثلا ا ruler، r u l e r. تمام again كمان مرة vowels consonant، عندي حروف متحركة، عندي حروف ساكنة، لازم احفظهم، لازم احفظهم، ابقى عارف قبل الفاولز بجيب ايه، ابقى عارف قبل الconsonant بجيب ايه. تمام اوكي ناو ليتس براكتس، خلينا ناخد شويه تمارين كده. تشوز ذا كوريكت انسر. نمبر 1 اي اور هي هاف ا فيس. انا قلت يا اولاد من شويه فيرب تو هاف، نفتكره مع بعض، بيتكون من هاف او هاز.
have او has. has ليها اصحابها و have ليها اصحابها. طب عندي have كانت صاحبتها مين يا مس؟ I ولا he؟ لا I. I have a face. انا عندي face وش. I have a face. طب لو مكان لو كان بدل have عندي has كنت اختار ايه يا مس؟ كنت اختار he. I have a face. Number two. He has or have. He هو ده اللي هيقول لي انا هختار ايه. تمام؟ ده اللي هيقول لي انا هختار ايه. اوكي؟ هي اه يا مس انت خلاص قلتي لي قبل كده ان هاز ليها اصحابها اللي من ضمنها هي. تبقى هي هاز ا هير. هير اللي هو الشعر. اوكي؟ ذا مونكي القرد هاز ا اور ان اير. خلينا الاول نقول حاجه. ذا مونكي سنجولار ناون اسمه مفرد عشان كده انا جبت هاز. مش كده احنا قلناها من شوية. has اصحابها مين؟ اصحابها singular noun او he او she او it. ناخد الجزء التاني. the monkey has a or an. مش هجاوب غير لما افكر. ear انا عندي كلمة ear اهي. اول حرف فيها vowel or consonant. vowel اهو هرجع للvowels بتاعتي هلاقيها e. يبقى انا هنا هختار يا مس an. again the monkey has an ear. now Let's take another exercise. ناخد تمرين كمان. Rearrange the following. دي جملة متلخبطة. أنا هعمل إيه؟ هرتبها. نبتدي. Has she knows a. يبقى she لازم الجملة تبتدي بالsubject بالفاعل. بعد كده الverb. She has a nose. هكتبها تحت. She has a nose. هي عندها أنف. ادي الجمله بدات بالسبجكت بعد كده الفيرب بعد كده ايه. ليه جبت ايه قبل نوز؟ علشان نوز سينجولار ناون والاسم المفرد يجي قبليه ايه اور ان. طب ليه جبت ايه مش ان؟ لان نوز بتبتدي ب كونسونانت حرف ساكن. نمبر 2 واخر جمله ونكون خلصنا. ايه اي هاف دونت بيك. طيب هبتدي بالسبجكت اللي هو اي. اي عندي دونت يبقى احط دونت. اي دونت have ولا has؟ لا have يا مس. I don't have. بعد كده a وكمل بيك. B-E-A-K وقلت لك قبل كده بيك المنقار هو بيبقى موجود عند البيردز الطيور. كمان مرة. I don't have a peak. عندي ولا ما عنديش؟ لا ما عنديش. عرفت منين يا مس؟ لان انا عندي حاجة بتنفي لي الجملة اللي هي ايه؟ اللي هي don't. I don't have a peak. اوكي؟ Now we have finished. See you soon. Bye bye.